مشاهدينا اهلا بيكم مرة تانية في اخر فقراتنا معاكم النهاردة، وفوائد عشبة الشيح. هنعرف فوائدها وايه هي العشبة اصلا ومتواجدة فين وازاي نقدر نستخدمها مع ضيفنا الاستاذ خالد مشرف المتخصص في الاعشاب. اهلا بيك يا استاذ خالد. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا اهلا وسهلا. بيك. عشبة الشيح وعليها كلام كتير جدا، وبنسمع عن فوائد كتير برضو ليها جدا، نسمع كذلك عن بعض المحاذير اللي بتخوف منها. فخلينا الاول نشوف التعريف بعشبة الشيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. فالشيح نبات من الفصيلة المركبة، وهذا النبات ينمو بريا ويزرع أيضا، وله أسماء كثيرة جدا وله استخدامات رائعة. استخدمه القدماء المصريين واستخدمه الصينيون يعني من 2000 سنة في علاج الملاريا. أماكن تواجده في مصر وفي آسيا وفي المغرب وفي أمريكا اللاتينية، ويوجد هنا في تركيا ويوجد في الأردن، ويوجد الشيح الأردني، ويوجد أسماء كثيرة له، منها بعثران زي ما بيقولوا في اليمن، وفي القيسوم. هو صراحة 300 نوع، لكن دائما إذا ذكر الشيح خاصة في مصر، ونحن كقناة يعني بتبص عبر العالم كله بنختص في مصر أكثر، أفضل حاجة الشيح البلدي، لأن الشيح البلدي هو فعلا اللي هو فيه مواد فعالة أكثر. وبعض أنواع الشيح بيكون فيها 3% من الزيت الطيار، وبيحتوي على كل العناصر الفعالة من الرصاص والنيكل والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم، فهو مفيد جدا جدا. وإذا ذكر الشيح طبعا نفتكر أيام زمان كانوا دايما يضعونه في البيوت لكي يمنعوا الثعابين والعقارب من الاقتراب من البيوت، وقديما كانوا يستخدموه في الخيمة لكي لا تقترب هذه الثعابين وهذه العقارب والهوام. طيب هنشوف برضو تفصيل عن فوائده واستخداماته، ولكن عايزة أعرف أنواعه. هل له أنواع متعددة ولا هي عشبة الشيح زي ما احنا عارفينها بس؟ 300 نوع، يعني الدمس القيسوم نوع من انواع الشيح، لان الشيح البلدي المتخصص بقى يعرف الشيح البلدي حاجه، والدمسيسه حاجه، الافسنتين حاجه، والقيسوم حاجه، والبعيسران حاجه. 300 نوع، ولكن افضل الشيح اللي هو الشيح الحولي، اللي هو يتميز برائحه يعني عطره جدا وقويه خالص، وهي اللي بتطرد الهواء. اللي هم عملوا عليه أبحاث في جامعة كاليفورنيا في أمريكا، كاليفورنيا، عملوا هذه الأبحاث ووجدوا أنه هو بيقاوم موضوع السرطان. ليه؟ لأنه يعمل على توقيف نمو الخلايا السرطانية، بيثبت العامل الوراثي، يثبت العامل الوراثي، فبالتالي بيعالج السرطان. ونسبة النجاح اللي في هذه الجامعة وهذه الأبحاث كانت 98%. ما شاء الله 98%. وفي عالمان كبيران لا أذكر اسمهما الآن، ولكن أعرفهما، هم اللي عملوا الأبحاث دي واشتغلوا إن هو عطوا الشيح مع زيادة نسبة الحديد لسرطان الرئة خاصة، وعملوا أبحاث ومنشورة في كل العالم. ادخلوا على الانترنت وشوفوا السورس بتاعها، المصدر بتاعها، هتلاقوا ايه نتائج رائعه بالنسبه للكانسر. طيب بتزرع فين بقى يا استاذ خالد عشبه الشيح وتكون ممكن متواجده زراعتها؟ اسعارها؟ لا، اسعارها رخيصه جدا، من ارخص الاشياء الشيح في مصر، يعني انا اللي اعرفه في مصر، وهنا برضو في تركيا سعره مناسب جدا للجميع. لكن انا رايت افضل انواع الشيح في مصر أتيت بها من الوادي الجديد الصحراوية، يعني دايما الحاجات البرية تتميز بأن هي لها درجة عالية كبيرة جدا جدا من الفولاتايل أويل، من الأروماتيك الزيوت الطيارة، هي دي اللي فيها المادة اللي هي سانتونين. السانتونين ده هو اللي بيطرد الديدان، ولكن لا يجب أن نبالغ زي ما هنعرف
في استخدام هذه العشبة للمحاذير اللي احنا هنقولها دلوقتي. طيب قبل ما ندخل في المحاذير أستاذ خالد، خليني أتكلم عن الفوائد، أبرز الفوائد لعشبة الشيح. ويقال إن الشيح للمغص، الشيح حلو للصداع، حاجات كتير بنسمعها. خلينا نشوف الفوائد الصحيحة والصحية للشيح. من أول إذا بدأنا بالرأس، أيوة، الثعلبة التي أعيت الناس وأعيت من يداويها. الثعلبة كان في زمان يمسكوا الشيح، وأنا مش لاقي نوع الشيح صراحة. هنا الشيح بتاع تركيا لا يقارن أبدا بالشيح اللي أمسكته به، وكان جاي لي من الوادي الجديد في صحراء مصر بعد أسيوط، منطقة الخارجة والوادي الجديد. أفضل شيح رأيته في حياتي، أنا شفت أغلب أنواع الشيح. ليه؟ ريحته قوية جدا جدا، يبقى إذن في المادة الفعالة قوية خالص. وأنا جربته بنفسي لعلاج الأنتاميبا هستوليتيكا والجارديا، جاب نتائج رائعة ومباشرة جدا. كانوا بيجيبوا الشيح ده ويحرقوه، يحرقوه ويطلع وياخدوا الرماد منه. حديثا خدوا الرماد ده وعملوا له ديستليشن، يعني تقطير، وطلعوا منه مادة لعلاج الثعلبة. وده انا بصدد اعمله في هذه الايام. طب بيعالج بانه الثعلبه الثعلبه اللي هو طبعا من الرماد اللي طالع منه، الرماد اللي الطريقه البدائيه اللي ما قدرناش نجيب الزيت النقي اللي هو بيبقى سائل اسود بسموه قطران. ما هو اتحرق بقى الماده، لما يتحرق الشيح في اشياء كتيره جدا طبيا معروفه في علم الكوجنسي، علم العقاقير، يحرقوا الماده فبتتحول منها مواد تاني أخرى. ياخدوا المواد دي يطلعوا منها ديستيليشن، تقطير، خلاصات، اكستراكت، ويطلعوا منها مواد. القطران ده بيعالج الثعلبة. يعني احنا قلنا زيت الحنتيت بيعالج الثعلبة قبل كده، برضو القطران فعلا علاج رائع للثعلبة. وأنا بصدد إن أنا ديستيليشن أعمله قريبا في هذه الأيام لفائدتي واقتناعي به. يبقى أول حاجة الثعلبة، تمام، وتساقط الشعر. يعني في ناس يتساقط شعرها بطريقه كثيفه جدا، يحلل دم ما عندوش فقر دم، ما عندوش قشره، ما عندوش اضطرابات نفسيه، ويلاقي فيه تساقط شعر، يبقى ياخد ايه؟ تساقط شعر كبير جدا جدا. القطران ده او مغلي شيح لو هو ما قدرش يحرق، عشان المكان هيحرق فيه ومحتاج احتياطاته كده، يبقى ياخد مغلي الشيح. بيغلي الشيح معلقتين كبار في كوبايتين ويشطف بيهم شعره، هجيب نتائج حلوه جدا جدا. كم مره في الاسبوع؟ يكفي 3 مرات في الاسبوع. ممتاز جدا، 3 مرات يكفي. عادي رجال ونساء؟ رجال ونساء. الشيح، شوف، طلعوا حاجه للثعلبه وللتساقط. استخدموا الشيح في علاج البلغم، وبيفتح المسالك البوليه، بيفتح المسالك الهوائيه، وايضا يفيد موضوع الكلى. استخدموه في علاج اليرقان الصفراء، في سوء الهضم، الناس اللي عندهم سوء هضم. اذا ذكر الشيح فلا بد ان نذكر الانتاميبا هيستوليتيكا والجارديا والاميبا والديدان. الديدان احنا معانا سؤال في التعليقات الديدان. على الديدان، يعني لما تجهز معانا نستعرضها مع حضرتك بتاعته. خلينا نشوف بيعالج الديدان ازاي. اولا الديدان ناخد معلقه صغيره نغليها واحده بس، ونحليها بعسل نح، ونديها للطفل على الريق، وما يفطرش بعدها الا ب4 ساعات، نجوعه. يبقى اذا احنا عطينا المستحضر دعوتي على جوع، على جوع، وجوعناه بعدها 4 ساعات عشان يؤدي التاثير. ممكن خلال اسبوع واحد او 3-4 مرات، لان احنا قلنا لا نبالغ في اعطاء الشيح، لان ماده السانتونين دي ماده الجرعات الكبيره منها تؤدي الى التسمم. ناخدها ونعمل، الطفل هياخد مره، مرتين، 3-4، وممكن خلال اسبوع واحد حلله، مش هتلاقي ديدان ولا انتيبيا وسوليتيكا ولا جارديا. لكن تتاخد بالطريقه اللي حضرتك وصفتها. طيب اول 4 ايام اللي عنده انتيبيا وسوليتيكا او جارديا او اي ديدان، الافضل اول 4 ايام ياكل مسلوق، يبعد عن الزيوت خالص واللحوم والحاجات دي والدهون والمسبك. لازم قص الاظافر، يعني مش هنقول يوميا طبعا، كل 3-4 ايام اول ما تبدا تبان،
الغيارات الداخلية بتاعت الأطفال تكون قطنية وتتغلي زي زمان الفول أوتوماتيك 90 درجة ولازم تتغلي على النار والعصاية والأمور البلدي اللي كان أيام البركة والله أيام الصحة فعلا زي ما حضرتك بتقول. فعلا دي مهمة جدا لأن دي دهن بتبقى مجتمعات نظيفة جدا جدا، وإحنا مش هنهاجم الشيبسي ياكل شيبسي يجي له ديدان. ومجتمعات نظيفه جدا جدا والطفل نظيف ومدرسته نظيفه وابوه من عائله راقيه وكله وتلاقي عنده ديدان وعنده فقد للشهيه، وتلاقي في بقعه بيضه ليست بالبهاق وليست بالتنية، لان البقعه البيضه في الوش ممكن تبقى بهاق ربنا يعافينا، وممكن تبقى تنية او انيميا، والتنية دي قليله بس موجوده او نقص فيتامين A نتيجه موجود علامه برضه على وجود ديدان في عند الطفل. وطبعا في امور كتيره جدا لازم نهتم بالنظافه، عدم حتى الحاجات الخضراء نغسلها في ميه بخل ونعصر وملح ونعصر ليمونه عليها تقضي على كل الطفيلات عشان ما يكونش في ديدان للاطفال. تمام، يبقى دي طريقه استخدام الشيح علشان تقضي على الديدان. طيب خلينا نشوف تعليقات المشاهدين معانا. لؤلؤه بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله في اعمارنا واعماركم، اللهم امين بالعمل الصالح، ووفقنا لما يحب ويرضى، وجمعنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، اللهم امين. عايزه وصفه لمريض الكوليسترول العالي وجزاكم الله خيرا. مريض الكوليسترول العالي اولا يظبط اكله، واحنا قلنا قبل كده النظام القلوي والحمضي، دي نمره واحد. نمره اثنين الحجامه 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 لألف مره. نمره ثلاثه لو هو عاوز الاعشاب، اغلب الاعشاب بتفيد الكوليسترول اغلبها، يعني البردقوش والزعتر وكل هذه الاشياء بتفيد مرضى الكوليسترول، حتى الشيح بيفيد مرضى الكوليسترول. فالكوليسترول لازم حجامه، لازم نظام غذائي، كل هذه الاشياء بتفيد الكوليسترول. طيب السؤال اللي بعده كان عن الديدان واحنا جاوبناه مع حضرتك لسه مجاوبين عليه. طيب يعتبر كده احنا اتكلمنا عن كل فوائد الشيح ولا في لسه في حاجات؟ في فوائد كتيره جدا. طب يلا قول لنا باقي فوائد الشيح. في اللي بيجي له تشنجات عضليه بيفيد الشيح جدا جدا، تلاقي كده حصل له تشنج في العضلات، طبعا ياخد معلقه صغيره للشيح يغليها، فهو مفيد جدا جدا جدا. قلنا موضوع اليرقان، وقلنا موضوع اللي هو الصفراء يعني، وقلنا موضوع سوء الهضم اللي بيشتكوا منه كثير جدا جدا، القولون، الغازات والانتفاخات الشيح بيفيد منهم جدا جدا، الربو والبلغم والزكام والكحه والمفاصل بيفيد كل هذه الاشياء. ممتاز جدا. طيب شفنا فوائد عشبه الشيح، الاضرار بقى والمحاذير يا استاذ خالد علشان محدش ياخد حاجه وفاكرها عشبه طبيعيه وملهاش اي سلبيات ويتفاجئ انها عملت مشكله صحيه من كبيره. من اكثر التحذيرات للشيح لا تاخذه الحامل من اول يوم لاخر يوم، لا تاخذه، ولكن بعد ما تولد خلاص كده وفتره النفاس ممكن تاخد الشيح، وبس ما تكسرش منه. ليه؟ لانه هياثر عليها كمرضع. صح، حاجه بسيطه جدا لو الالم شديد جدا جدا، لان هو يعني هيظبط الموضوع انقباضات الرحم. فلذلك هو المضاد للتشنجات. مضاد للتشنجات. المرضع ما تاخدش شيح عشان هياثر على اللبن ويخليه مر ويخلي الطفل يعني ممكن ايه يلفظ هذه الاشياء يعني ما يرضاش يرضع. نمره ثلاثه مهمه جدا جدا، اللي عنده التهابات شديده في المعده ويكون عنده حساسية مفرطة لا يتناول الشيح. التلات أمور دي، الرابعة لا نكسر منه، لأن قلنا مادة السانتونين دي لو زودنا منها بتؤدي إلى أعراض دوخة بسيطة أو بداية تسمم، ولذلك كل حاجة بقدر، ولذلك الدواء لابد أن يكون له إيه الدوس اللي هو الجرعة اللي هي المناسبة لابد. دي أربع محاذير. اللهم بلغت اللهم فشل. تمام جدا. طيب طريقة الاستخدام، البعض بيقول إن أي عشبة بنغلي براد مية على النار ونروح حاطين العشبة فيه ونغطي عليها شوية وبعدين بنصب في كوباية عادي وحبة عسل نحل. بعض بيقول لك لا ده أنا بنشفها في البلكونة لحد ما تنشف خالص وأعملها كده فأعر الكوباية وأصب عليها المية المغلية. خلينا نشوف معاك الطريقة الصحيحة لاستخدام عشبة الشيح. هو كل أغلب 90% من استخدامات الأعشاب لابد أن تكون كما نقول في مصر شاي كشري. ملعقة صغيرة نضعها في كوب زجاجي فارغ، نغلي الماء جيدا، نصبه ونغطيها 10 دقائق، ما ينفعش دقيقة، في بعض
الفيديوهات بتقول لك خدها 3 دقائق، لا 10 دقائق. 10 دقائق ليه؟ عشان الاكستراكت بيكون عالي. نغطيها. طب ليه نغطيها؟ عشان الفولاتايل اويل، وممكن نحليها بعسل وناخدها مرتين كفايه، ولو في ديدان مره واحده على معده خاويه، ونجوع الطفل 4 ساعات. وصعبه دي شويه، لكن هم 3 4 ايام، اسبوع بالكتير مش هلاقي اي مشكله في الديدان. متواصل يا استاذ خالد ولا ممكن كل يوم؟ يوم لا يعني اقصد ورا بعض الايام ولا ممكن يوم ويوم؟ لا ورا بعض، ورا بعض كان افضل ان شاء الله. مع الاحتياطات، وقلنا لو هو عنده كمان اميبا ويبقى في مخاط في البراز وامور دي كلها، وفي مغص واحيانا بيكون مدمم، لازم ياخد له 3 4 ايام ياكل مسلوق فقط فقط فقط. ممتاز جدا. طيب هل له تفاعلات تانية دوائية؟ يعني انا ممكن اكون باخد عشبة الشيح وانا باخد ادوية معينة، فالاتنين حد يأثر على حد، بيبقاش في يعني الدواء ما يقدرش يعمل المطلوب منه او الكفاءة المطلوبة، والشيح يكون هو السبب، هو اللي خلى الامر يوصل لكده. لو اي دواء فيه في السايد افكس بتاعه ان هو تتحسس منه المعدة او بيأذي المعدة زي ادوية الروماتيزم، ما ينفعش ياخد شيح مع ده، لان هي هيبقى دلوقتي معدته حساسه جدا فمش هيقدر يستحمل، لان الشيح قوي جدا. انا جربته على ناس عندها انتبيه باستوليتيكا وجاب نتائج فوق الممتازه. يعني برضو نصيحه لمرضى الديدان، لو احنا اضفنا الى الشيح لتطيب الرائحه وقله القوه بتاعه الشيح، اضيف الزعتر، لان الزعتر ده من اصلا طارد للديدان. طب لو حصل مغص اخد السهله جدا الكراويه، موجوده في مصر بكثره، او اخد اليانسون او الشمر. طب هل فعلا الشيح حتى لما بيتغلي بتبقى ريحته مش حلوه وبيعمل ريحه سيئه جدا؟ نفسي مر جدا جدا جدا. ولكن ننصح الناس ان اغلب الحاجات المره ليها فوائد كبيره جدا جدا، واغلب الحاجات الحلوه يعني السكر ده جميل جدا، والشوكولاته بيبقى ليها يعني اضرار كبيره جدا جدا. احنا دايما بنعكس الامر، يعني السكر ده اضراره نقول مثلا 70% وفوائده 30%، بيديك طاقة مؤقتة. طاقة مؤقتة. يعكس بقى الأعشاب، لما احنا دلوقتي بنقول مثلا اتكلمنا عن عشبة الشيح، فوائده فوق 70 80، فوق 90% بلا مبالغة، أضراره 10%، تمنعه الحوامل، تمنعه كذا، تمنعه كذا، مر شوية. فدايما احنا نتغافل عن الفوائد وبنركز عن السلبيات، بينما الحاجات الحلوة بنلاقي اضرارها اكثر من فوائدها للاسف الشديد. طيب خلينا نشوف تعليقات المشاهدين او اسئلتهم الموجوده معانا على اللايف. رشا بتقول السلام عليكم، عاوزه علاج للبواسير ضروري. طيب لو انت من مصر، دوري على عشبه القرض. القرض اللي هو الصنط، مدور كده تمام، بيطلع في صعيدي مصر وهو رخيص جدا جدا. انتقي من العقتين كبيرتين واغسليهما جيدا، واغليهم في 3 لتر ماء، في 3 ايه؟ لتر ماء. تغليهم غلي كويس جدا جدا لحد ما يبقى لونهم بني، ونحطهم في اناء ونستخدمهم كتشطيف مقعدي، هيفيد البواسير جدا جدا. نمره 1. نمره 2، خذي 7 حبات من التين المجفف، لان التين اذا كان وقته الان الطازج طبعا احسن، الفريش احسن اكيد. هناخد ال7 حبات دول ونعمل ايه بقى؟ ننقحهم بالليل في كوبايه ميه كبيره، والصبح نضيف عليهم ملعقه كبيره من زيت الزيتون، ونضربهم في الخلاط ونفطر بيهم لمده شهر. اي انسان عمل الوصفه دي هيستفيد 10 فوائد. انا هقولهم بسرعه جدا. 1 البواسير، 2 النقرس، الاخت اللي بتسال على الكوليسترول حالا، النقرس والكوليسترول سبحان الله التين هيظبط دي. اي مشاكل في المفاصل، اي مشاكل في الامساك والقولون وتاخر الانجاب. 7 فوائد لهذه الوصفه البسيطه البسيطه جدا جدا. طب نقولها تاني معلش. 7 حبات تين ننقحهم بالليل في كوبايه ميه. الصبح نحط عليهم معلقه زيت زيتون كبيره، ونحطهم في دورق الخلاط. نقوم بالتشغيل، هيبقوا كده حاجة زي المهلبية كده. نفطر بيهم لمدة شهر. مفاصل، اوعى تفاصل، تمام؟ مفاصل، امساك، بواسير، نقرس. داوود الانطاكي بيقول ايه؟ يقطع البواسير والنقرس. تمام. واحنا جربناه في المفاصل، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله.
بواسير ومفاصل ونقرس وامساك وقولون وتاخر انجاب كمان. طب ممتاز جدا. طب علاج الضغط المنخفض؟ الضغط المنخفض عرض وليس مرض. لان فيش مرض اسمه ضغط منخفض، هو ده عرض. طيب العرض ده بيكون ايه؟ حاجات كتيره جدا من ضمنها سوء التغذيه. لو استخدمت ست راجل ولا ست؟ هي ست شذا. لو استخدمتي الطعام القلوي والطعام الحمضي، تمام؟ خليتي الطعام القلوي 75% والطعام الحمضي 25%، زي ما قلنا في حلقه سابقه، الضغط بتاعك هيظبط جدا جدا. ولكن لو خدنا عرق سوس هنرفع الضغط شويه، بس لا نبالغ عشان ما يترفعش اكتر. طيب. لان فيه بوتاسيوم وصوديوم. سريعا، ام بتسال ولادها عندهم انيميا اطفال، تعمل ايه؟ البنجر، السبانخ، اليقطين، الفلفل الاخضر، كل الخضروات، الطعام القلوي. طب حاجه بالاعشاب بيشربوها؟ حاجات كتير جدا. يعني عندك الروزماري، دي نمره واحد، الروزماري اللي هو اكليل الجبل، تغلي منه 3 مرات. الحلبه، الروزماري، تمام، حبه البركه، الحلبه والروزماري وحبه البركه. دوري لو هم نحاف بقى، دوري على الكثيراء اللي اسمها كتير عندنا في مصر. المحلب، كل الامور ده بيتظبط. تمام جدا. في نبات الجينكا عايزين نفرد له حلقه ان شاء الله، كل ده بيعالج الانيميا ان شاء الله. استاذ خالد مشرف المتخصص في الاعشاب، بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، شرفتنا وافدتنا كتير. وطبعا الشكر موصول لكل مشاهدينا ومتابعينا على حسن وطيب المتابعه. اتمنى يا رب ان الحلقه تكون عجبتكم وافادتكم. نشوفكم باذن الله تعالى بكره في حلقه جديده على الهواء مباشره، ودايما معاكم وبيكم بيتنا احلى.